التفكر. يبدو أن مشروع قانون المالية سنة 2017 أفرز العديد من الاحتجاجات خاصة في صفوف المحامين والأطباء. وجدير بالذكر أن هذا المشروع يلزم المهن الحرة والمؤسسات بدفع ضريبة بتوظيف طابع شبائي على المحامين يتراوح بين 20 و60 دينار، وإقرار نظام فوترة موحد بالنسبة للمصحات والأطباء، وإخضاع الوصفة الطبية إلى معرف جبائي. الشيء اللي خلى هيئة المحامين اليوم يعقدوا اجتماع طارئ بدار المحامي بالعاصمة لتدارس مشروع الحكومة المتعلق بجبية المحامي، وأصدروا بيان في الغرض وأكدوا الرفض القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية سنة 2017، وعقد ندوة صحفية من طرف عميد الهيئة الوطنية للمحامين لشرح خطورة هذا المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة، ودعوة جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية. كما دعا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع الخطير وعواقب الوخيمة على السلم الاجتماعي، والإعلان عن يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرة المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية وعقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد، واعتبار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في حالة انعقاد دائم لمجابهة تطور الوضع. وتأكد الهيئة أن عجز الحكومات المتعاقبة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب والمحامات التونسية عبر المشروع الوطني لقانون المالية لسنة 2017.